نيجي بقى نعمل تاني وصفة النهاردة. هنعمل سلطة دونة، سلطة بالتفاح، جميلة جدا. ولما بي عندي ضيوف بعملها لهم، بقدمها بتبقى حلوه قوي قوي. المقادير بتاعتنا، هستعمل تفاح، ممكن تستعمليه بقشره او ممكن تقشريه. التفاح المصري عندنا حلو زي الفل والمزازه فيه جميله. نص كوبايه كزبره، هستعمل جرجير حوالي 3 حزم جرجير، بصلايه صغيره متقطعه ترانشات، هستعمل مشروم فريش، زبيب، سماء، سكر وخل، زيت زيتون، عصير ليمون. هعمل ايه اول حاجه؟ اول حاجه هاجي هسخن الميه. عندي الميه يا عبد الحميد. يا عبد ألو؟ الحميد، الو عبد الحميد. الو، ايوه، ازيك؟ الحمد لله، وانت عامله ايه؟ كله تمام، الاخبار؟ عينيا. انا بس عطيت حواوشي. عايز اقول لك على طريقه الحواوشي من عينيا الاثنين. من عينيا. وجه اخويا الصغير اسمه ايه؟ محمد. احلى تحيه لاحلى محمد والاحلى عبد الحميد. هحط السكر والخل على البصله مع معلقتين خل ومعلقه سكر وشوية مية، مش السخنة، السخنة دي للزبيب. وهحط شوية مية عليهم لغاية لما اخلص السلطة. انا بعمل الحركة دي في السلطة علشان يبقى طعم البصل حلو، ما يبقاش في الطعم وريحة البصل مش عجباني. هاجي هنا هجيب الزبيب، شويه الزبيب، وهحط عليها ميه مغليه علشان الزبيب يبقى طري، لان الزبيب ده ناشف. لو الزبيب مش ناشف خلاص اوكي، لكن لو الزبيب ناشف لازم تعملي ميه مغليه. الميه المغليه هتخليه يطرى عشان يبقى حلو في السلطه. السلطه دي بتبقى سويت اند ساور، فبتبقى ايه طعمها كده حلوة قوي يعني مختلفة. اجيب الجرجير بتاعي الاوراق الخضراء الغامقة من اهم الحاجات ان انت تاكليها في الحمل، لان هي بتمدك بفيتامينز انت محتاجاها جدا. وعايزة اقول لكم حاجة، الناس اللي هي بتقول ان الاوراق الخضراء بتعمل انقباضات زيادة للحامل، الكلام ده غير صحيح، لان الدراسات اثبتت ان الكلام ده غلط. المشروم من بدائل اللحوم كمان يا جماعة، البروتين اللي فيه غني جدا. المشروم من الحاجات احنا لو نعرف قيمتها بجد، يعني احنا ابتدينا ندخله في اكلنا جديد، لكن هو بجد من الحاجات الرائعة اللي بتعوضنا عن بروتين اللحمة، يعني من البروتينات النباتية القوية جدا. التفاح انا حطيت عليه الليمون عشان ما يسودش، حتى وانا بقطعه بتحطي له ليمون، بنقطعه شرايح كده صغيرة مع الليمون، بحط عليهم كزبرة حاجي للبصلة، هشيلها من الخل والسكر مش هشطفها، اهي. احنا مطلوب مننا كذا حاجه نقولها دلوقتي، انتوا لو تفكروني ايه اللي طلب مننا المكرونه البشاميل عشان ايه اقولهم وانا بشتغل. ادي السماء، وهحط هشيل الزبيب اللي انا نقعته بعصره اهو، وادي الملح، ما كتريش ملح خالص، وزيت الزيتون اخر حاجه، وبقلب السلطه كلها مع بعضها.
السلطه دي انت لو قدمتي جنبها عيش، عيش دهناه بشويه رش زيت وقرمشتيه في الفرن، عيش اسمر يعني، هتبقى وجبه متكامله لان فيها بروتين وفيها الياف وفيها كربوهيدرات، هتبقى وجبه متكامله قايمه بذاتها. المكرونه البشاميل، كوبايه البشاميل بتاخد كوبايه لبن ومعلقه دقيق. باكل مكرونه البنه اللي هو القلم بياخد حوالي خمس كوبايات بشاميل. احمر الدقيق، ادي السلطه، بحمر الدقيق في الزبده او في السمنه. الخمس معالق دقيق تاخد لها من 3 لـ4 معالق زبده او سمنه. بنحمر الدقيق لغايه لما يبقى زي الرمل المبلول كده ويعمل رغاوي ويتحمص بحيث ريحته تبان، وبعد كده بنزل عليه باللبن وبضربه بالمضرب السلك علشان الناس اللي البشاميل بيكلكع معاها او بيبقى سميك معاها او بيبقى في اي تكتلات، المضرب السلك اهم حاجه في البشاميل وفي الملوخيه يا جماعه، بيفكهم بطريقه فظيعه. الملوخيه كمان بيخليها تمسك في بعضها ما تهبطش. وبعد كده اهو باجي بحط حوالي 40% من البشاميل في قعر الصينيه او البايركس اللي انا هعمل فيه المكرونه، واحط عليه نص المكرونه المسلوقه، بعدين اللحمه المعصجه، وبعد كده المكرونه وبقيه البشاميل. ممكن تحط شويه جبنه موتزاريلا على البشاميل في الاخر، وبدخلها الفرن على الرف الوسطاني حوالي ساعه لساعه وربع، بتطلع زي الكيكه كده زي القالب، بتبقى تحفه. ايه تاني الطلب مننا؟ الحواوشي. الحواوشي بجيب العيش البلدي يكون مش متحمر، عشان في عيش بلدي بيبقى فيه غامق كده، وبعمل له الحشوه بتاعته من ربع كيلو لحمه مفرومه وربع كيلو سجق، بفرمهم مع بعض، وبصلتين كبار، والبصل بيبقى فيه كتير، وخشنين، البصل بيبقى خشن، في الفلايه رومي، عصره نص ليمونه، وطماطمايه مبشوره ومعصوره من الميه بتاعتها، بحط توابل كتير، بهارات الحواوشي بتبقى حلوه، وبهارات المشكله بتبقى حلوه، فلفل اسود وشويه شطه، وبعجنهم كلهم مع بعض. بعدين ببطط، باخد كور من اللحمه بقسمها كور قد بعضها، وببططها في الرغيف العيش، بدهنه بشويه زيت او سمنه وميه الطماطم المبشوره اللي انا صفيتها، وبعدين على طاسه سخنه ما بتلزقش اروح عامله الحواوشي عليها واغطيها 3-4 دقايق، بعد كده بقلبه على الناحيه الثانيه، وبرده بغطي الطاسه تاني لغايه لما تستوي اللحمه لجوه ويقرمش الرغيف ويبقى حلو زي الفل. ايه تاني؟ الفراخ المقرمشه. يا ايوه لبابلي، الفراخ بنجيب صدور الفراخ او الوراك زي ما انت عايز، وبنتبلها ملح وفلفل، زعتر، بابريكا، جنزبيل، بودرة ثوم وبودرة بصل، ومعلقة زبادي، وبنسيبها في التتبيلة دي ساعتين تشرب منها، ومعلقتين خل كمان، خلاص؟ وبعد كده اهو بنجيب دقيق، والدقيق لو كوباية دقيق بتاخد ربع كوباية نشا، يعني النشا ربع دقيق، بتبله بنفس التوابل اللي أنا حطيتها للفراخ، البابريكا والزعتر وبودرة الثوم وبودرة البصل والملح والفلفل، كل البهارات اللي انا حطيتها على الفراخ احطها تاني على التتبيله. وبعد كده اهو بشيل الفراخ من التتبيله واحطها في الدقيق اللي بالنشا مره، وارجع احطها في التتبيله تاني واحطها في الدقيق في النشا تاني، يعني مرتين بعمل لها كوتنج تغطيه مرتين، وبعد كده بحمرها في الزيت وبتبقى مقرمشه وتحفه زي الفل. اروح دلوقتي الفاصل وارجع لكم بعد الفاصل تاني، استنونا.